السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. من جديد، إذا قبل قليل كنا في حوار مع السي غيجان ليه اللي انقطع الخط عندنا بسبب أمطار غزيرة ورعد وبرق. إذا ضرب عندنا البرق وقطع علينا الضوء وقطع علينا البث المباشر، لأن كنا مقبلين على نهاية الحوار، وبالتالي ف يعني الرسالة اللي بغينا نوصلوها تنظن أنها وصلت، وتنشكركم جزيل الشكر على المساهمة وعلى المشاركة وعلى التعاليق الجميلة اللي كنت كنقراها الواحدة تلو الأخرى. ويعني غادي ندخلوا في واحد الملخص لما جاء على لسان الخبير السيد غيجان اللي هو مدير عام ديال ما يسمى بلي غوبمون كوبيراتيف دي زيكول دو كوندويت برو المتواجده في كل المقاطعه ديال كيبيك، و يعني بكثره في العاصمه مدينه كيبيك والنواحي ديالها، وايضا عندهم تنظم جوج ديال المؤسسات مدينه موريال. إذا الناس اللي بغاو معلومات على هذه المؤسسة وبغاو يعني يستافدوا من إما أنهم يديروا دروس سواء في سياقات هذه العربات ديال لي موطونيج اللي كيعجبو يدير لي موطونيج أيام الثلج، ولا اللي كيبغي يستعمل أي وسيلة من وسائل التنقل اللي كتمشي على الطرقات، فتنظن أنه عنده ما يكفي من المراكز لتلقي هذا التدريب اللي هو بحاجة إليه في هذه المجموعة ديال المؤسسات اللي كيشرف على تسييرها السيد غيجان. إذا كما قلت لكم الصباح، جبنا السي غيجان واحد السلسلة ديال الحلقات اللي غادي ننهيوها إن شاء الله بتقديم فكرة أو تقديم مشروع للحكومة الحالية في محافظة كيبيك. بغينا نوصلوا لهم فكرة أنه كاين في كيبيك مشكل، هذا المشكل هو ديال ان بزاف ديال الكاميونات واقفين ما لاقينش اللي يسوقهم، وفي الجهه الاخرى من المحيط الاطلسي كاين بزاف ديال الشيافر اللي عندهم كل ما يلزم من تجربه ديال العمل، من يعني تمدروس، من خبره، باش انهم يجيو يحركوا هذه الكاميونات ويحركوا سواره الرباح، يعني حتى هما يدوروا النعوره من جهه، والشركات هنايا ما تبقاش كتادي مصاريف على شاحنات لا تتحرك. إذا هذه حلقة أولى. الحلقة القادمة إن شاء الله يوم السبت القادم غادي يكونوا معنا ثلاثة ديال السائقين مهنيين اللي غادي نديروا معاهم حوار باللغة الفرنسية من هنا، وأنا كنعلمكم إلى حتى السبت الجاي، حتى واحد ما يدخل يقول لنا تكلموا بالعربية لغة القرآن، حتى واحد ما يقول لنا علاش كتهضروا بالفرنسية، غنهضروا بالفرنسية باش الفيديو غادي نقدموه للسيدة الوزيرة اللي حضرت معنا، وغنطلبوا منها انها تعرضوا على الزملاء ديالها في الحكومه اللي هما وزير النقل، وزير التشغيل، وزير الهجره، والسيد رئيس الحكومه. يشوفوا هذه الحوارات، يشوفوا النماذج ديال السائقين المهنيين اللي هما قادرين على انهم يحلوا واحد المشكله اللي هي مشكله عويصه جدا. الا هما كانوا محتاجين لمزيد من الشروحات داخل قبه البرلمان، غادي نتنقلوا ونمشيو نتلاقاو معاهم باش نعطيوهم شروحات اضافيه في هذا الموضوع. إذا هذه مجرد بداية، ويمكن التجربة اللي احنا نخوض غمارها إلا احنا توفقنا فيها ونجحنا فيها، غادي نعاود نخوضوا تجارب أخرى في جميع القطاعات اللي كاين فيها فائض ديال اليد العاملة في المغرب. عطيت مثال البارح ديال شيفورات ديال الطاكسيات في مدينة طنجة، كاين 30,000 واحد عندهم بيرمي دو كونفيونس، وكاين فقط 3,000 طاكسي، بمعنى ان كل طاكسي عنده 10 ديال الشيافر جالسين كيتسناوه. اذا غادي نحاولوا ما امكن اننا نوازنوا ما بين هذه المعادله ديال جهه فيها خصاص اليد العامله وجهه عندها فائض اليد العامله، ودائما في اطار علاقات رابح رابح للبلدين بجوج. كملخص للشيء اللي جاء على لسان السيد غيجان، كما شفتوا يعني تجربه واسعه وكبيره جدا في المجال ديال السلامة الطرقية، و يعني حنا سعداء انه عندنا ناس بحال هكذا اللي كيقبلوا انهم يجيو يجريو معنا حوارات.
والشكر الموصول للسي بالله بصير اللي رحنا مدربين وتابعنا معنا، وايضا الشكر للاساتذه ديال تعليم السياقه في مدينه المحمديه وفي مدينه الدار البيضاء وفي المدن المغربيه الاخرى اللي كانوا في الاستماع معنا لهذا اللايف. تحيه لكم، تحيه لخوالي. خوالي اهلا ومرحبا بكم. سي عبد الكبير راه كيفتخر بكم بزاف، ودائما فين ما يتكلم كيجبد خوال. خوالي قالوا، خوالي فعلوا، خوالي تركوا. التحيه لخوالي، راكم وليتوا خوالي حتى انا. ف سي ريجان كما جاء على لساني، وانا تعمدت انني نسولو على الموضوع ديال تناول المخدرات اثناء السياقه بالنسبه للسائقين ديال الشاحنات وديال الحافلات. يعني باقي الى يومنا هذا 2020 باقي شيافر عندنا في المغرب، وانا دائما انا غير كنت ندير له داك الزلاقه كنجروا الامريكا اللاتينيه، ما كاين لا امريكا اللاتينيه لا ولا كل شيء عندنا في المغرب. شيافر تيقول لك راه الا ما ضربتيش السبسي وما تحششتيش وما دوختيش الراس يستحيل انك تسوق. باقيين شيافر يروجون لمثل هذا الكلام داخل المغرب عندنا. دوك الشيافر اللي كنسميهم الحلايفيه واللاصيانات كيتلاقاو، خاص ضروري تجبد السبسي وخا ضروري تجبد شي جبدات عاد تقدر تشد الطريق. هنا في كندا ولا في الولايات المتحده كان هذا الشيء هذا معمول به كيف ما قال السيد غيجان قبل 20 سنه 30 سنه، ولكن اليوم يستحيل انك تناول مخدرات وتمشي تسوق عربه. تقدر ديرها تقلد تفلت، ولكن الا مشيتي حتى حصلتي غتودي انت والشركه ديالك. وايضا هذه المسؤوليه ديال الشركات اللي كنتمنى انه شي وزير ديال النقر شي مره في المغرب يشتغل على هذه المساله هذه. حنا دائما في الاخبار في القنوات التلفزيونيه ولا كنجيو كنقولوا والشيفور وكان السبب والعامل البشري وقد تم ايداعه السجن. وهذيك الشركه اللي دخلته يخدم عندها شنو المسؤوليه ديالها؟ هذيك الشركه اين تتحدد المسؤوليه ديالها في تحمل هذا الكم الهائل من حوادث السير اللي كاينين في المغرب؟ اذا هذا لي تيست ديال لي دروغ تيست اللي كيداروا دو فاسون الياتوار، مره كيتهزوا الناس اللي كيبداو بحرف التاء، مره اللي كيبداو بحرف اللام، وكيعيطوا عليهم فين ما كنتي تمشي لاقرب مصحه دير فيها الدروغ تيست. ولا رفضتي انك تمشي ديرو في ظرف ثلاثه ديال الايام غيقدر تسحب منك الرخصه ديال السياقه ديالك. اذا هاد لو دروغ تيست خاصو يدار في المغرب في اقرب وقت ممكن، لان ملي كيتدار واحد الحادثه واحد الشيفور اللي لقاوه مقرقب مخمور وفي خبار الباترون ديالو وفضلو على سائقين اخرين اللي هما صاحيين، المسؤوليه راه كيتحملها صاحب الشركه اكثر مما كيتحملها الشيفور. اذا هناك مجموعه ديال الاليات اللي تم اعتمادها هنايا في محافظه كيبيك. انا اشرت ل 1978 كتاريخ يذكر دائما في السلامه الطرقيه. في 1973 سجلت محافظه كيبيك 2200 ديال الوفيات، وفي 78 تما في الناس كلهم وقفوا قالوا ما يمكنش لينا نبقاو مستمرين. الارقام وصلوا ل 1800 قتيل، ما يمكنش لينا نبقاو على هذا الحال، خصنا نديروا شي حاجه. اذا من تما بدا اتخاذ الاجراءات الصارمه اللي وصلت اليوم الى ان عدد الوفيات ما بين 200 و 300 كل سنه. واحد لو بارك اوتوموبيل اللي كيتجاوز 6 ملايين عربه. الدراسه اللي انا كنت درت في 2010 كان في المغرب 2000 جوج المليون فاصلة خمسة ديال العربات، وكانت في محافظة كيبيك 5 ملايين ديال العربات، وكانت حوادث السير في الكيبيك 500، وكان في المغرب كانت 4400. وتيقول لك حقا الطرقان في كندا أحسن من الطرقان في المغرب. كيقولها اللي ما عمرو ما شاف أشنو كتعني 40 سنتيمتر ديال الثلج طايحة في الأرض والناس كيسوقوا فوق منها. إذا الكيبيك اختارت مجموعة من الآليات ووقفت عليهم وفعلتهم باش وصلت لأنها تحد من حوادث السير. والمغرب اليوم يعني باقيين كندورو في نفس الدوامة، وعندنا واحد الورقة اللي دائما هي اللي كتخرج وهي اللي كنقراوها بأنه الدوران المعيب والتجاوز هذه و إلى آخره، ولكن كننساو فينا هو الدور ديال الدولة في هذا الشيء، وفينا هو الدور ديال الشركات أرباب الشركات في هذه حوادث السير. إذا هناك مجموعة من الحوايج اللي خاصها تتغير طريقة التعاطي ديالنا مع حوادث السير في المغرب إلا كنا
باغيين نحدوا منها. الموضوع كيف ما قلت لكم اليوم هو بخصوص ولوج هذا القطاع ديال سياقة الشاحنات. والسيد ريجان بهذا الكم الهائل ديال المدارس اللي عندهم في مختلف المناطق كمشروع اللي هو يعني متكامل في الرأس ديالنا، إلا احنا غادي نجيبوا 1000 ولا 2000 ديال السائقين المهنيين مثلا من المغرب وغيجيوا لهنا، غيحتاجوا انهم يديروا تكوين في اطار لادابتاسيون ديال لي كونيسونس ديالهم مع لي كونيسونس ديال كيبيك. اذا هاد المراكز هذه ممكن تلعب واحد الدور كبير في تاهيل هاد السائقين القادمين الجدد الى كيبيك وتسهيل العمليه ديال الحصول ديالهم على رخص السياقه. اذا المشروع هو كبير ضخم، باغي نامبليكيو فيه لي غوفيرنمون. علاش؟ باش تدخل فيه المؤسسات اللي كتعطي رخص السياقه، ما نبقاوش كنتسناو 3 شهور و 6 شهور عاد شي فور ياخذ البيرمي، خصو كيوصل يخضع للتكوين في اقرب وقت وياخذ رخصه السياقه في اقرب وقت ويدخل للميدان ديال الشغل في اقرب وقت. ولكن باش يتم هذا الشيء هذا اذا خاص تضافر الجهود ديال مجموعه من القطاعات كما قلت ديال الهجره ديال التشغيل ديال النقل ديال الصحه، وايضا رئاسه الحكومه اللي خاصها تسن قانون يسهل هذه العمليه. اذا هذه مبادره شخصيه اللي انا تنفكر فيها منذ سنوات عده وتكلمت عليها اكثر من مره، واليوم جاب الله الناس اللي غادي يسهلوا لنا تفعيل هذه المسائل كلها. وسير بالبصير يعني كيلعب واحد الدور اللي هو هام جدا داخل هذه السلسله، وجاد الله غادي نوصلوا ان شاء الله الى نتائج ايجابيه في هذا الموضوع. اذا لحد الساعه احنا باقيين في بدايه اعداد مشروع وطني على صعيد محافظه كيبيك، لانه غير معمول به هنايا. الناس اللي كيجيو كيمشيو تيشتغلوا مثلا في نوفو برانسويك ولا في نوفا سكوتيا ولا في نيوفيلاند ولا في ساسكاتشوان، لان ديجا عندهم قوانين جاهزه كتسهل على السائقين اللي كيجيو من الخارج انهم يشتغلوا. ولكن هذه القوانين غير متواجده في محافظه كيبيك. قبيله تلاقيت مع احد السائقين المهنيين، قال لي بأنه عنده أصدقاء في المغرب. هذا تحذير، وكنتمنى أن أي واحد عنده صديق ديالو شيفور في المغرب يوصل ليه هذه الهضرة. الخدمة اليوم متوقفة في الكيبيك. قال لي كاينين الناس وسطاء ديال الهجرة اللي كيطلبوا من سائقين في المغرب 10 ديال المليون سنتيم، بمعنى حوالي 14,000 دولار، مقابل انه غادي يجيب ليه كونطرا باش يمشي يخدم في كندا وغادي يخدم في واحد المحافظه اللي كتتكلم اللغه الفرنسيه، وتيشرط عليه انه 2.5 مليون، راه الا صدق هذا الشيء هو هذاك ما صدقش راه مشات. او لا واحد اخر تيقول لك انا راه قال لي شي واحد وقال لي صيفطي لي الفلوس في ويسترن يونيون، راه العقود ما كتتباعش في كندا. كندا من المحيط الاطلسي الى المحيط الهادي العقود لا تباع. اي واحد تيقول لك غادي نشري لك عقد او لا اعطيني الفلوس وغادي نجيب لك عقد فهو ولد الحرام ملقط، هو شفار. هكا ملي تقول لي ديكش الفاء غلط داك حرف الفاء، هو شفار يتحايل عليك من اجل سرقه الاموال ديالك. غتمشي تطلب الخدمه ديال واحد المحامي ديال الهجره باش غيملئ لك الموضوع هذا الملف ويدير لك الطلب، كتخلصوا المستحقات ديالو. كاين اللي كيحسب 2000 دولار، كاين اللي كيحسب 1500، كاين اللي يدير غير 1000 دولار، كل واحد والثمن ديالو، انت كتشطر وكتفاهم معاه على واحد الثمن. ولكن اللي تيقول لك غادي نجيب لك عقد عمل من كندا وغادي تقام عليك بمبلغ ديال 5000 دولار ولا 10000 ولا 20000 دولار، فهو لص من اللصوص. خذ السميه ديالو لا كارت ناسيونال ديالو، صيفطهم للقنصلية العامة ديال كندا في الرباط، هما غادي يتاخذوا معاه الإجراءات اللازمة. إذا ما تكونوش أغبياء، ما تمشيوش عند ناس بحال هادو اللي غادي يسرق لك فلوسك. عقود العمل مجانية، عقد عمل في كندا كيتعطى فابور، ولكن بشرط خاصك أنت أيضا توفر فيك شروط اللي هي مطلوبة باش تستحق أنك تاخذ عقد العمل هذا وتجي تشتغل في كندا. اذا هذا موضوع اللي غادي نخصصوا له نهار السبت من كل اسبوع كما قلت لكم. السبت القادم ان شاء الله
غادي يستضيفوا السائقين المهنيين المغاربه، وغادي يكون الحوار باللغه الفرنسيه، ها انتم معلومين من دابا. وان شاء الله غادي نبقاو غاديين مع هذا الموضوع حتى يتهيئ حتى يوجد ونقدموه بحول الله الى الحكومه في محافظه كيبيك من اجل تسهيل استقدام السائقين المهنيين من المغرب وايضا من دول اخرى. لحد الساعه كي قلت لكم حنا باقيين في بدايه الهضره ديال هذا الموضوع هذا، دونك بلا ما يتصل بيا شي واحد خويا راني شيفور عندي 20 عام ولكن ديال التجربه، ولكن راه ما عنديش الباك ولا فارغ حد الشهاده، ما كاينش تدخل، راه ما كاينش شي واحد يكذب عليك يقول لك عندك غير القسم الثالث ابتدائي ولا ثانوي صافي انا غنوقف معاك وندير، راه غتوصل حتى للقنصليه غير يفيزيو لك الدوسي وغيمشيو لك كاع الفلوس اللي خسرتيهم. عندك الباك اولا عندك النيفو باك، وصلتي حتى الباك وما شديتيهش، زائد ديبلوم ديال السياقه، توكل على الله ودفع كندا تنتظرك. الا ما كانش عندك اول خطوه غتبدا بها هي فكر انك تحصل على البكالوريا. اياكم ثم اياكم انكم تخليوا الناس يضحكوا عليكم. بالنسبه للسن راه كاين نقاط كتعطى بالنسبه للهجره، وما تنظنش ان الشركات هنايا كتعفر على واحد اللي عنده تجربه وعنده اللغات وعنده الدبلوم وعنده كل ما يلزم. تنظن ان السن غادي تقدر تغطي عليه العوامل الاخرى، لان ملي كنتكلموا على شركه مثلا عندها 100 شاحنه وكتشوف 20 او 30 كميو ديالها واقف ما خدامش فقط لانها ما لقياش شيفر، فهناك مشكل كبير جدا. والشركات يعني ماذا بها ان هذا المشكل هذا يتحل، الحكومه خاصها اللي وضعها امام الامر الواقع وشرح لها الامور كما هي وكيف ما خاصها تشرح، وهذا هو الدور ان شاء الله اللي غادي نقوموا به خلال الاسابيع القليله القادمه. اذا نعتذر مره اخرى، قبيله راه ضرب عندنا اعصار، ماشي اعصار كاين برق، ضرب عندنا البرق قوي وتقطع الضو في الدار كامله، دونك مشى لينا الانترنت وتقطع لينا الخط. تنظن اننا وفينا وتكلمنا على اهم النقاط اللي غادي خصنا نطرقوا ليها. غادي يعاود يرجع معنا السيد غيجان ان شاء الله، راه الي ديسپونيبل، وكيف ما شفتوا يعني تجربه كبيره جدا، حتى يعني الناس اللي هما في المغرب كيشتغلوا في المجال ديال السلامه الطرقيه، اكيد انه شيء جميل جدا ان يكون تجاوب معنا بحال هكذا. يمكن الا كان شي واحد اللي انتريسي من المغرب وبغى يشارك معنا في شي مره في شي حوار ولا نقاش بحضور السيد غيجا، يكون هناك تبادل للمعلومات وللمعرفه ما بين السلامه الطرقيه في المغرب والسلامه الطرقيه في محافظه كيبيك. اذا سي عبد الله فتاح شادوس، بونسوار سي عبد الرحمن، ميرسي بور تو سكو فيت بور لي فرير ماروكان، ديو بيني فو بينيس امين. شكرا اخي وشكرا للجميع، ونحن على العهد باقون ان شاء الله. غدا يوم الاحد عندنا جوج ديال اللقاءات، لقاء مع السي رشيد الصباحي الاعلامي الكبير، ولقاء مع السي بنيس، غادي نتناولوا معاه اول حلقه في سلسله الحلقات المتعلقه بالبرلمان. اذا كونوا في الموعد، يمكن نبداو بكري شويه مع الخمسه ونص، إذا كونوا في الاستماع والمتابعة غدا إن شاء الله على الساعة السادسة والنصف، هي لا الخمسة ونص، خمسة ونص هي التسعة ونص، على حسب الساعة الجديدة غادي نعاود نحط توقيت إن شاء الله يوم غد في الصفحة ديال عضراوي لايف. إذا الدبلوم ديال السياقة خاص يكون عندك الدبلوم ديال الرموك الكبير، الى عندك الدبلوم ديال الرموك الكبير وعندك الباك او لا عندك النيفو باك غادي تقدر تدخل غمار هذه التجربه. ما عندكش اول حاجه بدا انا نطلع بوك انت يا جلنا زيد، طلع العماريه، زيد طلع العماريه. هذا سيدي عبد العالي الادريسي تقخي تخي، قال لك ساعل بلا 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 وموا جو سوي كاميونور، ما عرفتش كتبتها كيبيك مقاده، اي سو ميك نو لا جامي فيو كوم شوفور دو بلا 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 سيت. اوكي جاتك العماريه سي عبد الله سي عبد العالي، مزيانه هادو اللي كيتفرجوا فيا كلهم عارفيني كاميونور من 2001، واستاذ ديال السياقه في 2008 و2009،
وتخرجوا عليه يدي مئات السائقين المهنيين اللي هما حاملين اليوم للشهادة ديال سياقة الشاحنات من التكوين المهني. ماشي الا غادي نسالي وغادي نتواضر معك، عندي ما ندير بالكلاب هنا في هذه الصفحة. يلا سيدنا تبارك الله عليكم وأمسيتكم سعيدة، وسيكون لنا لقاء إن شاء الله يوم غد. تبارك الله عليكم، إلى اللقاء. أنا جاي لبوك، خليك تتم ما تمشيش.